أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الشريف يقول: ما مات من مات وخلف إحدى ثلاث، يو ولد صالح يدعو له، إذا ما متزوج خو ما عنده هذا، أو صدقة جارية حسينية مدرسة مسجد، أو ورقة علم كتاب علم مفيد. إذا لا كتاب علم عنده، لا صدقة جارية، لا ولد عنده، هذا مات. الحديث يقول: ما مات من مات وخلف إحدى ثلاث، هذا اللي ما مخلف ولا واحدة من هذه الثلاث هذا ميت خلاص. أي أي فرق ماكو؟ أي أي لا لا لا، شوفوا الإنسان ما دام هو حي يقدم لأي خدمة هذا للآخرة تنفعه، أما بالإضافة إلى ما قدم لنفسه. من يموت وراء الموت الإمام عليه السلام يقول: لا يزيدون حسنة، يعني حسنة واحدة بعد ما يحصلون بعد الموت، واحد من يموت. أما إذا عنده ولد صالح يدعو له خو يحصل حسنة، عنده صدقة جارية يحصل حسنة، عنده كتاب علم نافع يحصل حسنة. إذا ما عنده ذني بس يبقى هو واللي في زمان حياته يعمل من الصالحات. أي أي فرق ماكو. شوفوا، ابن يعني ذكر، بنت يعني أنثى، أما ولد أعم من الذكر والأنثى، سواء ذكر أو أنثى. بالفارسي هم يقولون فسار. السؤال عن احتمال نجاسة بعض الشوارع بسبب أنه ذبح فيه وأجري على في الشارع الدم، فهل يجب التجنب؟ الجواب أن هذا من مصادق الشبهة الغير محصورة، وبالنسبة إلى الشبهة الغير محصورة لا يجب الاجتناب، ولكثرة هذه الموارد. كذلك مثلا بالنسبة إلى من يريد ركوب الطائرة، فهنا ما بين آلاف الطائرات ربما يسقط واحد منها، ولكن لا يترك هذا الأمر لأنه هنا شبهة غير محصورة. فهنا كذلك أيضا بالنسبة إلى الشبهات غير المحصورة، إذا حصل اليقين بأن هذا المكان الخاص نجس بسبب الدم فيجتنب عنه، وإلا بمجرد الاحتمال لا ينجز التكليف في وجوب الاجتناب. بالنسبة إلى الشبهات المحصورة، يوجد العلم ويوجب تنجيز التكليف، ولكن في الشبهة غير المحصورة مع وجود العلم ولكن لا يوجب تنجيز الواقع. تمام، إنا أصول بحثش كان شبهة غير محصورة، شبهة محصورة علم هاس. السؤال عن إطلاق كلمة الإمام أو كلمة آية الله العظمى لغير المعصوم، هل فيه إشكال أو لا؟ الجواب أنه لا إشكال فيه، لأن هذه الصفات فيها مراتب. الإمام المعصوم هو في المرتبة العليا، وهناك مراتب نازلة. فهمون زيارة دريا بحر العلوم، قال بحر العلوم جايز لي بجان، مش كان ندرينا مراتبه. إمام معصوم مرتبه بالاش ودرينا مرتبه هاي باين ترى، مش كان ندر. السؤال عما ورد في الرواية إن الله يزور الحسين عليه السلام في كل ليلة جمعة، ما هو المراد بهذه الرواية وزيارة الله سبحانه وتعالى للإمام الحسين عليه السلام؟
الجواب هذا ورد، وقد نجد أيضا في الآية المباركة أن الله وملائكته يصلون على النبي، فهذا يستخدم. وكذلك بالنسبة إلى زيارة الله سبحانه وتعالى للإمام الحسين، هذا نوع من العناية الخاصة للإمام الحسين عليه السلام من جانب الله سبحانه وتعالى. كذلك كما ورد أن الله وملائكته يصلون على النبي، فهنا تشرفا أو معنى عظيم من هذه الجهة. بالنسبة إلى الزيارة أيضا، معنى الزيارة هو حضور الزائر عند المزور، وأن الله سبحانه وتعالى حاضر في كل مكان، ولكن في ليلة الجمعة هناك حضور خاص بالنسبة إلى الإمام الحسين عليه السلام، فهذا يمكن تعريفه بكيفية بهذه الصورة الصحيحة، وهذا يكون من التأويل في الروايات. السؤال عن الآية المباركة، ورد فيها فتيمموا سعيدا طيبا، وورد كلمة منه، هل يستفاد من كلمة منه في هذه الآية المباركة أن لابد أن يخرج شيء من هذا التراب؟ هل هذا الاستفادة تامة أو لا؟ الجواب في الأحكام الشرعية نحن نتبع القرآن الكريم والروايات، فأخذ الأحكام الشرعية يكون من كتاب الله والعترة الطاهرة ومن الروايات، لا مجرد الأخذ من كتاب الله، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله قال مرارا ومرارا ومرارا كتاب الله وعترتي. فهنا ورد لفظ منه، وقد ورد في الروايات أن منه هنا مستحب، وقد يسمى العلوق أي الصخر اللي يكون عليه شيء من التراب، ولكن إذا لم يكن هذا تراب فلا إشكال، والتيمم يكون صحيح كما ورد في الروايات. كما أن هناك الحكم الكلي للصلاة في القرآن لم يرد فيه جزئيات الصلاة، ولكن الروايات بيّنت الجزئيات وأجزاء الصلاة. السؤال عن أن يقول الرجل في بعض أعماله أفعاله إن شاء الله وإن شاء أمير المؤمنين وما شابه، هل هذا صحيح أو لا؟ الجواب إن الأئمة عليهم السلام لهم الدرجة العظيمة، وهم يتصرفون من الله من جانب الله سبحانه وتعالى، ولكنهم بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى ليس لهم شيء استقلالا، وكل ما عندهم من الله سبحانه وتعالى، ولكن القدرة الإلهية هي قدرة ذاتية مستقلة، وأن الله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء للمعصومين عليهم السلام كما ورد في زيارة الإمام الحسين الصحيحة، الزيارة الرجبية، إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم، قال إرادة الرب في مقادير أموره لا في مقادير الناس، فهذه الرواية تدل على معنى مطلق. وأيضا هناك روايات متعددة أخرى أن المعصومين عليهم السلام بيدهم كل شيء، ولكن هذا ليس من تلقاء أنفسهم، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء وخاطب الإمام الرضا عليه السلام، إذا جاء أحد مريض وخاطب الإمام الرضا عليه السلام وطلب منه الشفاء، هذا لا إشكال فيه ولا إرادة فيه، وهذا تام وصحيح. وأحيانا هناك بعض الأمور اللي يستفاد منه خصوصية للخطاب إلى الله سبحانه وتعالى، فذاك بالعنوان الثانوي
يكون غير تام. يعني تقولون يعني نقولون الشخص اللي خوفه متعارف الناس من مثل هذا لا يخافون، إيه فخوفه لا يكون هكذا. إيه شوفوا شوفوا هو هذا الكلام اللي الفقهاء قالوه، مو آية ولا رواية، استنباط، وفي محله هذا الاستنباط صحيح أن المطلقات منصرفة إلى المصادق المتعارفة، هذا استثناء ما بي. صاحب الجواهر ينقذه في عدة مواضع. طب خلاص إذا ما بي إشكال، ما بي إشكال، ممكن في موكل المعيار المتعارف، أما في مثل الخوف اللي متعارف أن هناك ناس خوفهم غير متعارف، يعني مو شيء نادر. الوسوسة هواية أكو الناس، ولذا في الخوف ممكن أن نقول الخوف الشخصي وإن لم يكن متعارفا يكون رافعا للحكم. هل قلت صاحب الجواهر ينقل لعله من هذا الباب؟ جلس جلس ما يخالف، جلس في الخوف باعتبار أنه مو نادر الخوف غير المتعارف. الخوف غير المتعارف هم أكو، هواية هم أكو، ولذا في مثل الخوف بالخصوص لا نحمله على الخوف اللي أي واحد كان هنا يخاف. خوف الشخصي نعم. صلوات الله عليه وسلم. ظاهرا هالشكل، ها كلمتان عربيتان بعد، العلم والفهم. العلم يعني جنابك دارس، عندك علم بالنسبة اللي درست، أما فد واحد المدرس من يقول لكم فد كلام إيش قد تفهمون من كلامه، هذا فهم، فهم هذا. الفهم غير العلم، الفهم الالتقاط، مقدار الالتقاط الجيد من الكلام الذي يلقى إليه، هو هذا. شوفوا هاي الكلمات المتقاربة في المعنى أو المترادفة مجازان، هذه بها بعض الفوارق الدقيقة، أما بالنتيجة متقاربة معنا. كاشفة في نظر الجميع إلا الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، ونادر ممن تبعه يقول كاشف حكمي. منين نجيب كلام كشف؟ كشف حقيقي. إذا واحد باع عبايتكم بعدين إجا قال لكم بعت يوم الأربعاء، يوم الخميس إجا قال بعت عبايتكم، قلتوا ما يخالف، يعني الآن ما يخالف، يعني يوم الأربعاء اللي بعت قبول، ظاهرا كشف. إذا ظهور أكو بعد كلمة احتياط ما تجي، لا مو خلاف الاحتياط، ظهور ظهور الظواهر واردة في الروايات. لا السؤال عما ورد عن لسان الإمام زين العابدين السجاد عليه السلام مخاطبا لعمته الزينب سلام الله عليها، أنت عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، ما هو الفرق بين العلم والفهم؟ الجواب، الظاهر من معاني اللغات في اللغة العربية في معاجم القواميس، العلم هو أن يكون بحسب المدارسة والتعليم، وأما الفهم هو مختلف ومغاير عن العلم. الفهم الالتقاط الجيد من الأمور، الفهم الحسن للأمور، هذا يكون نوع من الفهم الخاص.
نعم بلي شوية أعلى. القرآن الكريم يقول بالحكمة والموعظة الحسنة، بالمقدار اللي ممكن يأثر عليه بالأسلوب الحسن بالموعظة الحسنة حاول تهديه. رسول الله صلى الله عليه وآله أشرف الأولين والآخرين، حاول أن يهدي أصحابه كلهم ما اهتدوا، جماعة منهم صاروا منافقين. بس المهم أنت بالحكمة والموعظة الحسنة تحاول. شنو؟ كلمة حسن جمعها بالعربي الجمع مو الجمع الخاص، الجمع العام. فعل 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 شنو الجمع؟ هذا في آخر الألفية أكو الجمع والتسمية لهذه الأفعال. فعل فعل شنو جمعه القياسي؟ شوف السؤال عن حركة الإمام الحسين عليه السلام، هل يصح تعبير القيام أو الثورة عن الإمام الحسين عليه السلام أو لا، أو أنه مجرد عدم بيعه؟ الجواب، ورد في الروايات أن الإمام الحسين عليه السلام قائم، وقد ورد في الزيارات اللي نخاطب فيها الإمام الحسين عليه السلام الثائر، فالإمام عليه السلام كان له قيام، ولكن ليس كما هو المتداول في الثورات في هذه الأزمنة، بل أنه قام ليسير بسيرة جده رسول الله وبسيرة أبي أمير المؤمنين عليه السلام، وهو القيام الحقيقي. معناه مناسبة حكم موضوع صنايع الله خدا هرتدر مل خدشه. السؤال عن كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للذي يترك الواجبات يأتي المحرمات. الجواب، القرآن الكريم يقول بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنسان بالمقدار اللي يتمكن يحاول ويسعى أن يهدي الناس. كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله قام بالحكمة والموعظة الحسنة لهداية الناس، وقد هدي من اهتدى من الناس في ذلك الزمان. خدا مالك من غير تمليك، أئمة عليهم السلام مالكا بتمليك الله. هلا 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 فعلا فعلا. لا يا چیزایی ببینید نمیشه همه جا آورد. تو قرآن کریم خدا فرموده انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. السؤال عن قولهم كلمة هو لأمير المؤمنين عليه السلام، هل هذا تام أو لا؟ الجواب، كلمة هو هذا يستخدم بالنسبة إلى الجميع، ولكن إذا كان هذا فيه نوع من التشبه بالمنحرفين عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، فالأفضل ترك هذا الأمر. حالا این چیز هم از همین قبیله، این که یک اطلاقی شده نمیشه گفت این را. لا بعد الزواج كل شيء ما يوجب الحرمة بعد العقد، يعني هذا المسائل الموجودة مع قبل العقد. أتصور فد استثناء أكو إليه. السؤال عن الرواية اللي وردت في الكتب، نحن عن أهل البيت عليهم السلام يقولون نحن صنائع الله والخلق بعد صنائع لنا، ما معنى هذه الرواية؟ وهل هذه الرواية صحيحة أو لا؟ الجواب، هذه الروايات وردت في مصادر الشيعة، ولكن يبقى الكلام في دلالة هذه الروايات. الظاهر من هذه الروايات أن الله سبحانه وتعالى
هو المالك لكل شيء من دون تمليك، ولكن بالنسبة إلى المعصومين عليه السلام فكل شيء لهم ولكن التمليك من الله سبحانه وتعالى. فمع هذا القيد هذه الرواية معناها معناه صحيح وتام ولا إشكال فيها. هناك فرق بين الأئمة عليهم السلام وبين الله، وهذا الفرق فيه كل الأمور، وأن أهل البيت عليهم السلام يملكون ولكن بتمليك من الله سبحانه وتعالى، والتمليك من الله سبحانه وتعالى بلا تمليك الملكية اللاذاتية بالأصالة. بالنسبة إلى انتساب بعض الصفات إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فهناك أحيانا نجد منع عن استخدام بعض هذه الكلمات، كما نجد هذا الأمر بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. ورد في القرآن الكريم أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، ولكن اسألوا أهل العلم هل يجوزون استخدام كلمة الزارع لله سبحانه وتعالى مع وجود هذه الآية المباركة، وهو يقول نحن الزارعون، ومع ذلك لا يجوزون استخدام كلمة الزارع أو قول يا الزارع مخاطبا لله سبحانه وتعالى، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية لا يجوز استخدام كل كلمة لله سبحانه وتعالى. مقلب الأبصار هم نفس الشيء، بصر يشوف يصير أعمى، أعمى يصبح بصير. السؤال عن الألفاظ اللي وردت في الأدعية والأحاديث، أحيانا نجد أنه يكون صيغة الخطاب مفرد، هل يمكن تبديله إلى الجمع أو صيغة الجمع إلى المفرد أو لا؟ الجواب بالنسبة إلى الأدعية المأثورة من الأئمة عليهم السلام، هذا لا بد أن نتقيد بما ورد في لفظ الدعاء بدون تغيير، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، الإمام قام يا مقلب القلوب، وقرأ الراوي السامع للدعاء يا مقلب القلوب والأبصار، ونهى الإمام عليه السلام عن إضافة الكلمة إلى الدعاء، وعلمه بأن يتقيد بنفس ما ورد من الألفاظ على نص الرواية. فبالنسبة للروايات المأثورة لابد من عدم التغيير وعدم التغيير فيها، ولكن بالنسبة إلى الأدعية اللي تكون على لسان الإنسان كما ورد في الرواية أنه أدعو كما تريد، فإذا أراد أن يدعي بما يريد فهنا لا إشكال يستخدم هذه الكلمات. سلام عليكم. شوفوا السياق قرينة مو أكثر من هذا. أحيانا السياق يعارضه قرينة أقوى من ما يفيد، أحيانا ماكو قرينة أقوى من، نعم صحيح هذا قرينة من القرائن السياق. مو في آية التطهير، في العشرات من الآيات اللي الله عز وجل يجمع بين أمور في آية واحدة، هذه أولا. ثانيا أتيان الله عز وجل قبل آية التطهير وبعد آية التطهير بضمائر الجمع المؤنث، ثم في آية التطهير جمع المذكر، هذا أقوى قرينة. السياق إذا لم يعارض قرينة أقوى منه معتبر، هنا يعارض قرينة أقوى منه. نعم أي 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 أي
لا لا شوف الصبي يعني الابن اللي بالغ ورشيد هذا ما يحتاج إلى إذن الأب. البنت البالغة الرشيدة هذه تحتاج إلى إذن الأب على قول جمع من الفقهاء. أما الابن الابن لا لا يحتاج إذا بالغ ورشيد يعني بحد عمره يفهم رشرشت البالغ. السؤال عن الأحاديث القدسية هل معتبرة أو لا؟ الجواب الأحاديث القدسية كبقية الروايات إذا كان سندها إلى المعصوم كسند صحيح مثل بقية الروايات فهي تامة صحيح يمكن الاستدلال بها، ولكن نجد كثير من الأحاديث القدسية مرسلة. وصلى الله على محمد.